محسن أو صديق المهاجرين كما يسمي نفسه، سخر أكثر من ربع قرن من حياته في جمع أغراض مهاجرين غير نظاميين غرقوا قبالة سواحل جرجيس من محافظة مدنين الحدودية مع ليبيا. هو بالنسبة للأغراض المهاجرين لقيتها أول ما لقيتها 1995 وقت اللي العملية تقع ما بين طرابلس ولامبادوزا. من مجموعة من الأحذية، من بعد ما سمعنا في الإذاعة وفي التلفزيون اللي هي ثم سفينة غرقت في البحر. لكن اللي قلقني ياسر في النقطة هذه، ولو أني نبدأ متوقع معناها الأشياء والجثث الصغيرة وهذا الشيء، لكن وقت تلقى حاجة ولد صغير. هنا خلف منزله يجمع محسن نحو 6000 من أغراض مهاجرين لفظها البحر قبل 20 عاما أو أكثر، بين ملابس وأحذية وقبعات وقوارير دخل بها موسوعة جينيس كصاحب الرقم القياسي في هذا الاختصاص. كثرة الأغراض وثراؤها حول المنزل إلى متحف ذاكرة البحر والإنسان، يوثق قصص مهاجرين بحثوا عن مصير أفضل، لكن البحر حول أحلامهم إلى مأساة. لا يعرف تحديداً عدد المهاجرين الذين قضوا في الطريق إلى شمال المتوسط، لكن النزيف ما زال متواصلاً على ما يبدو في ظل تواصل رحلات الموت. لا يتمنى محسن أن يزيد حجم متحفه عن ذلك، لكنه يعرف أنه سيزيد ويزيد طالما بقي البحر وبقيت القارة السمراء تلفظ أبنائها نحو أمواجه. نسرين حمداوي، العربية، جرجيس، جنوب تونس. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.